الحمد لك يا رب. ادلب بلدة كفرسيزنا 18/10/2012. آثار القصف الهمجي بالطائرات الحربية عن البلدي. الله أكبر عليك يا بشار. الله أكبر. دمار الهائل. أثر الطائرات الحربية والقنابل العنقودية. أين العالم؟ أين المسلمون؟ بلدة كفر سيزنا المنكوبة. الله أكبر عليكم يا عالم. الله أكبر عليكم يا إسلام. الله أكبر عليك يا بشار. مشان كرسي يا بشار هيك بتسوي البلاد. دمرت سوريا مشان الكرسي يا بشار. الله لا يوفقك يا بشار. إن شاء الله القصر يصبح هكذا إن شاء الله.